ايوه وحشتوني جدا. النهارده عندنا حرف جديد من حروف اللغة العربية، اسمه حرف الزاي. اسمه حرف الزاي. حرف الزاي صوته ز ز. حرف الزاي صوته ز ز. يلا بينا دلوقتي نتعرف على أشكال حرف الزاي. حرف الزاي ليه شكلين زي ما تعودنا، إن احنا بناخد الحرف منفصل ومتصل. مرة وهو واقف لوحده، وده شكله، يا ترى بيتكتب ازاي؟ سنة صغيرة فوق السطر، تنزل تتزحلق تحت السطر، وفوق راسها نقطة. تاني، حرف الزاي شكله هو منفصل أو واقف لوحده، سنة صغيرة فوق السطر، تنزل تتزحلق تحت السطر، وفوق راسه نقطة. أما شكله التاني وهو متصل، أو هو واقف ايده فارد ايده يمسك في ايد اصحابه، شكله ازاي؟ اول حاجه فارد ايده ماسك ايد اصحابه، وبعد كده سنه صغيره فوق السطر، تنزل تتزحلق تحت السطر، وفوق راسه نقطه. يلا بينا دلوقتي نتعرف على حرف الزاي مع الاصوات القصيره. ز فتحه، زاي فتحه، زي زي فتحة، زي ضمة، زو زي ضمة، زو. زي كسرة، زي كسرة، زي سكون، زي سكون، يبقى زي زو زي يلا بينا دلوقتي يا حلوين نتعرف على كلمات حرف الزاي. زي زرافة، زي زرافة. زي زهور، زي زهور. زي زيتون، زي زيتون. زي زبد، زي زبد. زي زر، زي زر. زي فتحة، زي زرافة. زي فتحة، زي زرافة. زي ضمة، زو زبد. زي ضمة، زو زبد. زي كسرة، زي زر. زي كسرة، زي زر. يبقى تاني، حرف الزاي بيتكتب سنة صغيرة فوق السطر، تنزل تتزحلق تحت السطر، فوق راسه نقطة. حرف الزاي صوته ز ز. حرف الزاي كلماته زي زرافة، زهور، زبد، زر، زيتون. وبكده يا حلوين نكون خلصنا حرف الزاي، واشوفكم بألف صحة وبألف خير في حرف جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.